مشاهدينا الأحباء، أهلا وسهلا في برنامجكم المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية. وزي ما تعودنا نبدأ في سؤال الأسبوع، واليوم حنستضيف أخونا الأخ عماد. أهلا وسهلا أخ عماد. أهلا، حياك الله يا دكتور، كيف حالك؟ وشكرا لاستضافتي معك في هذه الحلقة وفي سؤال اليوم. الرب يباركك إن شاء الله. سؤال الأسبوع؟ لا، هو سؤال اليوم والأسبوع. آمين. المهم، في أخ عماد تلاقي أحيانا المسلمين يقولوا إذا المسيحي دخل الجنة المسلم يدخل الجنة لأنه يؤمن بعيسى، وإذا اليهودي دخل الجنة المسلم هم بعد يدخل الجنة لأنه يؤمن بموسى، لكن إذا المسلم دخل الجنة لا المسيحي ولا اليهودي يدخل الجنة. فالسؤال هو، هل فعلا المسلمين هم أتباع المسيح الحقيقي؟ طيب، هو طبعا هو هناك جواب، يعني أنت سألتني سؤالين زع. الأولا تفسير أو إيش ردي على المقولة إنه المسلمين حيدخلوا مع المسيحيين ومع اليهود؟ وهذه مقولة يعني غريبة وعجيبة، لأنه يعني إن أنت تعترف بشخص غير أنك تؤمن به. يعني أنتم تؤمنون، تقولون أوكي المسيح موجود، لكن من هو المسيح؟ إيش رسالة المسيح؟ إيش خلاص المسيح؟ أنتم ما تعرفوه. فأنتوا لا، إذا دخلوا المسيحيين ما أدري، أتوقع لا ما راح تدخلوا. ليش ما يعرفوا؟ يعني ما يقدروا يقروا الكتاب المقدس هم برأيك؟ لا، خليني، هو هذا الوعي. أنت ربطت السؤالين في واحد، اللي هو ما شنه هم يزعمون الإخوة أحبائنا المسلمين، يزعمون أن هم أقرب وهم أتباع السيد المسيح وليس المسيحيين. وطبعا هذا بصراحة يعني شيء، يعني ما أدري يعني ودي أقول لا تعليق، لكن الحقيقة إن هو إبراهيم تبع المسلمين، وموسى تبع المسلمين، والمسيح تبع المسلمين، وإحنا طلعنا يعني لا المسيحيين ولا اليهود ولا أي أحد، ولا ما لهم، ما عندهم شيء، هم طلعوا فاضين. في آية في الكتاب المقدس إيش تقول؟ تقول يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. هنا تقدر تقرن وتربط الثنتين مع بعض. المسيحي المسلم يقول إن بلسانه إنه هو تبع السيد المسيح، لكن بقلبه وبتصرفاته إيش الدليل؟ طيب تعرف يا دكتور، أتمنى. نعم. أنت الحين إيش قاعد تسوي وأنا إيش قاعد أسوي؟ قاعدين نبغى الإخوة المسلمين يكونون من أتباع المسيح، السيد المسيح. صحيح. طيب يا ريت تكونون فعلا من أتباع السيد المسيح، لكن الموضوع مو بالثم، الموضوع مو كلام، الموضوع مو هياط، الموضوع بالقلب. بالقلب. فإيش الدليل؟ دليل والثابت إن أنتوا يا أخوان يا مسلمين أتباع المسيح ولسنا نحن. يقول الشاعر: لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. أنتوا إيش اقتديتوا بالمسيح اللي أنتوا أتباعه؟ نعم. علشان تكونوا أنتوا أولى الناس بالمسيح. احنا ما نقول المسيح اولى بنا احنا، بس المسيح للكل، لكل العالم. احنا ما نقول احنا اولى الناس بالمسيح، احنا نقول المسيح للكل. صحيح. فخلينا نشوف في نقاط. اولا، كيف يعني ايش هو الدليل والاثبات انه المسلمين هم اتباع السيد المسيح؟ ايش قال السيد المسيح في هذا الخصوص؟ انا هنا هتكلم عن الآية وهتكلم عن الآيات وعن المنطق. قال: الذي عنده وصاياي ويحفظها. شوف، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهذا الذي يحبني أو طيب. فهو الذي يحبني. طيب، هل أنتوا تعرف وصايا المسلمين؟ يعرف وصايا السيد المسيح؟ المسلمين يقولوا إنه إحنا ماشيين على نفس المسيح، لكن أنتوا حرفتوا. لا يوجد حرفتوا. طيب، من أخذتوه أنتوا؟ لا يوجد في التراث الإسلامي أي شيء اسمه وصايا السيد المسيح. صح. انت عمرك درست وصايا السيد المسيح في في في, في 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 الاسلام؟ عمرك احد قال لك الكلمه دي والوصيه هذه قالها السيد المسيح؟ لا، بالعكس.
ما حد عمره قال لك شيء، ما في الوصايص المسيحية غير موجودة. وهو إيش قال؟ من اللي يحبه؟ اللي عنده وصايا وإيش؟ ويحفظها. الحافظ هنا مو الحفظ هنا مو للتسميع، للتطبيق. تطبيق. فأنت تعرف الوصايا وتطبقها على أرض الواقع، أنت تحب السيد المسيح. صحيح. طيب. وفي التعليم برضو ولو علاقة في الموضوع، إيش قال؟ قال تعلموا مني. تعلموا مني. يا ترى هم تعلموا من؟ إيش تعلموا من؟ أتحدى واحد مسلم يجي يقول لي إن إحنا درسنا أي شيء في تعليم أو وصايا من وصايا السيد المسيح. وغير كذا، خليني أتكلم عن شخص الرب يسوع المسيح اللي أنتوا أقرب الناس له. إيش تعرفون عنه؟ إيش تعرفون عن حياته؟ كيف لهجة؟ ليه كيف عاش؟ كيف صلب؟ كيف رفع؟ من أصحابه؟ كيف ماتوا؟ كيف استشهدوا؟ ما في أي معلومات. وخليني يعني أقرأ لك من الكتاب المقدس كلمات تفسر لك أو تبين لك شيء مهم يا دكتور. اسمع هنا، تفضل. يقول لك عن الاتباع، يقول لك إن أراد في إنجيل لوقا 9:23 وقال للجميع اللي يبغى يتبعه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. صحيح. طيب، ويتبعني. إذن أتباع المسيح هم من يحملون الصليب ويمشون وراء السيد المسيح. طيب، هل أنت حملت الصليب؟ طبعاً ينكر الصليب. هم يحملون حمل الصليب، معناه أنك أنت تموت مع المسيح وتحيا مع المسيح وتحيا المسيح. صحيح. فلا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيي. طيب، إذن أنتوا لا تعرف وصاياه، وهو قال الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي ذاك اللي يحبني. وهنا قال إنه يحمل صليب ويتبعني. طيب زين، لكن الحقيقة اسمح لي أختم معاك برد يسهل علينا الموضوع ويرد عليهم، وشوف وممكن يتفاجئون المشاهدين وكأن الرب يعرف إنه هذا الكلام حيصير. يقول في إنجيل متى 7:22: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم أني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. لا، ما أعرفكم. فأنت وإذا لا تتبعون وصايا ولا تعرفون ولا تقبلون خلاصة ولا عندكم ولا تعلمتوا منه ولا تعرفون أي شيء عنه، وبعيدين عنه، لا، وتنكروا رسالته وتنكروا صليب وتنكروا بشارته وأنتوا أقرب الناس له، فهو يعني أنا آسف حيقول لكم ما أعرفكم بعد عني يا فاعلي. مع أنه هذه الآية تنطبق برضو أيضا للمسيحيين اللي ما يمشوا على وصايا المسيح، ولكن أي أحد يزعم نعم. أنه يعرف من أتباع السيد المسيح وهو لا يحمل صليب ولا يطبق وصايا، تنطبق على هذا. نعم، فنختم يعني باختصار أنه المسلمين مش هم فعلاً أتباع المسيح، ولكن وبالكتاب ومن خلال الكتاب لازم يسمعوا الكلام المسيح من خلال الكلمة ويطيعوها. الرب يباركك أحبتي في المسيح. وصلنا إلى نهاية فقرتكم سؤال الأسبوع، انتظرونا بعد الفاصل.